مشكلتي اللي عندي مشكلة ممارس ضدي شيء الفصل تاع السوفي لأسباب كامنة وراء نقطة أخر رواتبنا خلقت وقف احتجاجي على مستوى مراكز الداخل كامل ولا في التنسيق حد من حد والله بعد حسب علمي أنا ماني منسق مع حد سوى من هو ولاني محرك من طرف أي جهة يسوي شنو لا معارضة ولا موالاة مواطن يعمل وطالب براتبه يعني ما هي قضية من أول مهم أن يوم 25 شهر 4 عدلنا في وقفة احتجاجية والصادف ذاك النهار أن فيه مسيرة المعارضة وجانا الحاكم لين جانا تلجانا بأسلوب ما هو مسؤول ولا هو دار صدعينا وقالنا الشيء من الخلق أن الخلق الملقط من بدية نشي من الخلق انه مقبل من بدية وانه نعرف عشاقتنا والله عنده هو شي من الخلق يتكاوس يقدر يجيب ديرو بداته وجاوبته قلت له عنا احنا جاوبته عن راسي اولا انه ما انه مقبل من بدية انه مدى قبطنا ادارة وكونتنا وطرحتنا من الموارد كامل المالية والبشرية دور نشتغل معنا ما يجينا حد يقول لنا عنه انه مقبل من بدية وثانيا واقفين طالبين بحق مشروعنا ان ندور حد يدخلنا في رواتبنا يصرفونا وهذه عادي كنا معتبرينها لانها وقفه عاديه ان قضيه شد الحبل بيننا احنا الاداره ولا يطار يمد فهمت كنا لا يتاخر رواتبنا نتحرك شوي ساعه وثنتين شي عود ما مخصر العمل نرجع نشتغل نجبر التزامات ياسر فيها تعود الا ما هو حق نشتغل اقل اسلوب جانبي الحاكم ما هو اسلوب مسؤول يوا حاكم وادي مهم انه بعد رجعنا لشغلتنا نفس النهار واشتغلنا وتمين اشتغل وشغلة عادية لان عادي يوم اثنين في شهر 6 زي اتصل بي مسير المركز اللي انا معه وقال لي عيني طرح له باتش اللي نشتغل عليه طلبت منه يعطيني صورة منها يعود مقعها على مستلهم عندي لعل نجي الاداره وتقول لي دار اني في حاله غياب والله اني سلمت له واعطاني هاي الصوره جيت هون لنواكشوط الاداره العامه هذيك الساعه أنا كلهم نطرق باب يتلو اليمين العام والقضيه ياك عرفنا ما هي تابعه للمعارضه وليش ما قط السيست لا قط حد لا قط طرحت في البرلمان يتكلم حد عنها لا موالاه ولا معارضه كنا لا شاكين روايه عاديه نجي الاداره تقولنا الصبح نهار الاخر يتسوى قضيتكم فمسوا تفاهم بينكم على مصلحه الاشخاص التالي نلقى الامين العام للوكاله قال لي قضيه تنقاس ما انكم منقزين قلت له عنا احنا ما يجد حد يقولنا ما منقزين بين خلاصاتنا ما ريناهم وثانيا الشغله ما طلعنا لها هاي القضية بسيطة سوء تفاهم فهمت يعني مدير المصادر البشرية من جهة مدير المصادر البشرية عادي ما يعادني وما يعادني إلى اليوم وغير كان عدت دار قضيتي من طرف من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف المدير العام للوكالة اللي احنا ما قد لقيناه ما قد جبرناه نطرح اليوم مشكلتنا هذا هو اللي عندي مش فصلي هذا مربوط مع جماعة تكون من 8 أشخاص قال عن الجماعة أنها كانت على اتصال وأنا ما في حد نعرفه ولا يعرفني ولا فيهم حد قط شركتي معها أي اتصال هو بس هو شو مطالب من الأشخاص المسؤولين عن الوكالة أنهم يردون لعملنا ويعطونا حقوقنا اللي مترتبة عليهم.